تآكل المعادن. سنتعرف في هذا الفيديو على التآكل. تخيل أربعة أشياء: لعبة من الألومنيوم، ومسماراً حديدياً، وأنبوباً نحاسياً، وخاتماً ذهبياً. هذه الأشياء تركت في العراء لسنوات عديدة. أي هذه المواد الأربع سيكون في أفضل حال لدى اكتشافها مرة أخرى؟ أوقف الفيديو مؤقتاً، فكر، ثم استأنف التشغيل حين تكون مستعداً للإجابة. إذا اعتقدت أن الخاتم الذهبي سيكون في أفضل حال، فأنت محق. الأنبوب النحاسي والمسمار الحديدي سيكونان في أسوأ حالة. أما اللعبة المصنوعة من الألومنيوم فستكون في حالة جيدة للغاية. على الأرجح سيكون المسمار الحديدي في أسوأ حالة، وهذا نتيجة للتآكل. والتآكل هو تشكل مركبات فوق سطح معدن ما عندما يتعرض للهواء أو الماء أو محلول كهربائي كالماء المالح. عادة ما إن يتآكل المعدن يشكل مركبات تعرف بالأكاسيد أو الأكاسيد المهيدرة. أما المسمار الحديدي فيصدأ، وهذه بالمناسبة الحالة الوحيدة التي يجب أن يستخدم فيها مصطلح الصدأ. فالمعادن الأخرى كافة تتآكل عندما تتفاعل مع الماء أو الأكسجين في الهواء. لكن لماذا سيكون المسمار متآكلاً أكثر من اللعبة المصنوعة من الألومنيوم أو الأنبوب النحاسي أو الخاتم الذهبي؟ ألديك أي أفكار؟ أوقف الفيديو مؤقتاً واستأنف التشغيل حين تنتهي من التفكير. يكمن السبب في أن المعادن كافة لديها تفاعلية مختلفة، فالحديد يتآكل أسرع لأنه أكثر تفاعلية من النحاس والذهب. لكن لعلك تتساءل، لماذا لم تتآكل اللعبة المصنوعة من الألومنيوم أسرع من المواد الأخرى؟ في حقيقة الأمر، الألومنيوم أكثر تفاعلية من الحديد، لذلك يتفاعل سريعاً مع الأكسجين في الهواء ويشكل أكسيد الألومنيوم، وأكسيد الألومنيوم غير تفاعلي للغاية. فما إن تتشكل طبقة الأكسيد فوق السطح حتى تلتصق بقوة بسطح المعدن، لذا لا تتشكل أي تشققات بل تؤدي إلى مزيد من التآكل. إليك هذا التحدي، كيف توظف هذه الفكرة في حماية المسمار الحديدي؟ الإجابة عند تغليف معدن مثل الحديد بمعدن آخر أكثر تفاعلية كالزنك، يشكل الزنك طبقة أكسيد الزنك سريعاً، ويصبح الحديد أسفل هذه الطبقة محمياً. تسمى هذه العملية بالجلفنة، ويمكن أن تصمد لمئة عام. إذا فكرت في المعدن الموجود بدراجة، يمكن ألا يحدث التآكل عن طريق طلاء هيكل الدراجة، وهو الجزء الثابت، أو تزييت الأجزاء المعدنية كالجنزير، أو من خلال تغليفها بطبقة رفيعة من معدن أقل تفاعلية كالقصدير أو النحاس أو الذهب. لكن هذا سيكون باهظ التكلفة للغاية.